أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتحدث في هذه الفقرة عن تأثير الصيام على المرأة الحامل خلال شهر رمضان المبارك، وما هي الأغذية المناسبة لها، وما هي الممنوعات بالنسبة لها. نستضيف معنا لأول مرة في برنامج الله يصبحكم بالخير الدكتورة نيفين شلال، في أخصائية الوبائيات والأمراض السارية وطبيبة مقيمة في اختصاص طب الأسرة مديرية صحة خليل. يسعد صباحك. حياك الله. هلا، يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين. يعني بالبداية أنا حابة أستفسر عن التخصص اللي أنت فيه، لأنه الاسم شوي يمكن غريب ومش كل الناس سامعة فيه، فأنا حابة أسأل شو هو هذا التخصص اللي أنت دارستيه؟ نبلش نحكي عن علم الوبائيات. هو علم الوبائيات هو العلم اللي بدرس الأمراض الأوبئة، مثلا التهاب الكبد الوبائي، الملاريا، أبو داج. هاي الأمراض اللي بتبلش بفرد وبتنتهي بالمجتمع كامل، مش بس إنه أدرس الحالة وأعالجها، ولكن كمان ندرس تطور المرض، آلية حدوث المرض من حيث الزمان والمكان والشخص، بحيث نصل لمراحل نعرف شو هي الأساليب الوقائية حتى نقي المجتمع من حدوث وباء آخر في السنوات القادمة. نعم. والطبيب طب الأسرة طب الأسرة هو العين الشاملة النظر والكاملة، واللي بتنظر للمريض نظرة كاملة شاملة متكاملة منذ أن كان في بطن أمه لحد شهادة الوفاة. طبيب الأسرة هو طبيب العيلة، بيعالج الأم والأب والأولاد والجدة والأحفاد. بنصل لمرحلة إنه أنا بعالج مريضي، ولكن في مرحلة أنا بحول مريض لزملائنا في الاختصاصات الأخرى. طبيب الأسرة مش بس بنظر للمريض من ناحية الحالة المرضية اللي هو فيها، وأنا بنظر للناحية الاجتماعية والنفسية والبيئية والمجتمعية، المريض من كافة الجوانب. يعني أنت بتتولي أمر أسرة معينة وبتحاولي إنه من كل النواحي، من كل الأشياء، إنك تعالجيها أو إنك تكوني بالضبط أنت تقوم بدورك من ناحية رعاية المريض ومعالجته. مثلا منذ أن كان المريض، لو حكينا عن مريض في بطن أمه جنين، رعاية الحوامل، متابعة ما بعد الحمل، متابعة الطفل، مطعيمه، الأمراض، الضغط السكري، الكشف المبكر عن الأورام والسرطانات، الكشف المبكر عن كثير من الأمراض، متابعات حالة الاكتئاب، الأمور النفسية، كل هاي بتكون ضمن نطاق طبيب الأسرة. طب دكتورة، يعني هلا احنا بشهر رمضان صحيح، وحابين اليوم نحكي عن المرأة الحامل بالذات وعلاقتها برمضان، هل يجوز لها الصيام في رمضان؟ خلينا نتفق بداية انه الحمل هو حالة وليس مرض. صحيح. وبما انه الحمل هو حالة فينطبق على السيد الحامل ما ينطبق على اي مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. فإذا ثبت انه المريضة او الحامل هي من نواحي الصحية جيدة لا يؤثر الصيام عليها أو على الجنين فيجوز لها الصيام طبعا. وفي بعض الحالات احنا بنحكي للست الحامل انه لا افطري، طبعا تحت غطاء موارد عن أنس بن مالك الكعبي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله رفع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام. فاحنا معانا الغطاء الشرعي اذا كان الصيام يؤثر على المريض على الحامل سلبا او على الجنين. كيف يعني بهاي الحالة كيف ممكن تعرف المرأة الحامل انه هذا الصيام بيأثر عليها او ما بيأثر؟ هي بداية الست الحامل تتوجه للطبيب المتابع لها واللي بيعرف تاريخ المرض وحالتها، والطبيب بيقرر انه هاي الست الحامل هي قادرة على الصيام او الصيام مؤثر عليها. في بعض حالات واضحة انه الصيام بيأثر على الست الحامل، طبعا هي كل حامل تختلف عن اخرى، ما هي مش قاعدة عامة. مثلا فقر الدم الشديد، التهابات المسالك البولية الحادة الشديدة اللي بتحتاج لسوائل بكثرة وأدوية، اعتلالات الضغط نزول أو ارتفاع الضغط، السكري. السكري من الأمراض اللي بحاجة لعناية دائمة بالنسبة للست الحامل. كمان عندنا بعض الأمور مثلا تقلصات البطن والأوجاع لازم تتابع فيها الطبيب مباشرة، القيء المستمر أكثر من 4-5 مرات بحاجة لدخول في المستشفى بعض الأحيان، هاي كلها حالات أو أعراض الجفاف، حالات ننصح الست الحامل فيها أنها تفطر. تمام. يعني والمرأة الحامل في حال صامت بشهر رمضان وكان كل شيء تمام، إيش النظام الغذائي اللي لازم تتبعه في شهر رمضان؟ وإيش الأشياء اللي لازم تركز عليها وقت الإفطار؟ لما نحكي عن الست الحامل وبشكل عام نحكي عن العادات الغذائية السليمة، بمعنى مش بس شو اكل، كيف اكل. الست الحامل مش بس لازم تاكل اكل غذاء صحي سليم متوازن، وانما حتى طبيعه الاكل، الطبق الغذائي بده يكون متوازن في البروتينات والكربوهيدرات والنشويات والسكريات والفيتامينات والمعادن كامله. مش بس هاي الشغلات، بدنا نركز على السوائل، ونركز على السوائل بكثره خاصه في شهر رمضان، خاصه بصيف زي هيك وحر شديد. بدنا نركز على انه الست الحامل تبتعد قدر الامكان عن مسببات القلق والاجهاد التوتر،
عن تعرض لأشعة الشمس العالية، تأخذ الفيتامينات، المقويات، الأدوية اللي بوصفها لها الطبيب في على السحور أو على الفطور حسب النظام بوصف الطبيب، لحتى تصوم صوم صحي وتحافظ على صحتها وصحة الجنين. نعم، وفي حال زي ما حكينا إنها صامت، السحور هل هي تعتبر وجبة أساسية للمرأة الحامل؟ وممكن عايش يعني تعتمد وجبة السحور لا تقل أهمية عن الفطور، بل أنا بعتبرها هي الأكثر أهمية. السحور هي الوجبة اللي بدها تهيئ الجسم إنه يصوم 15 أو 14 ساعة متتالية. وبالتالي ست الحامل على السحور لازم تأكل الأشياء اللي بتطول مدة الحرق لها في الجسم، مثلا البروتينات، مثلا البيض، في عن الخضار والفواكه شيء أساسي، التمر شيء أساسي، السوائل، اللبنة قليلة الدسم أكيد، الحليب، اللبن الزبادي، هاي الشغلات كلها بتهيئ الجسم إن يكون قادر على صيام 15 ساعة متتالية في النهار. طب زي ما بنعرف دكتورة إنه المرأة الحامل ممكن هي بتعاني مرات من إمساك، من حرقة في المعدة، ممكن من تلبك معوي، كتير مشاكل لها علاقة في المعدة، كيف ممكن تتصرف المرأة الحامل في هاي الظروف في شهر رمضان؟ تمام، خلينا نحكي عن الإفطار. الإفطار هسه الدنيا صيف وحر شديد، فإحنا كلنا متوجه أول ما يحكي الله أكبر للمي. الست الحامل بدها تفطر على تمر وكاسة مي أو عصير طبيعي، وبالتالي بهذه الحالة بتكون هي مهيئة المعدة أنها تتقبل الأكل وبترفع مستويات السكر بالجسم. بعد هيك نبلش بسلطة الخضار، شرب الخضار فيها نسبة كثيرة من الألياف اللي بتمنع الإمساك، فيها نسبة كثيرة من المعادن، الفيتامينات، الشغلات المهمة للجسم. بعد ذلك بنيجي للبروتينات. البروتين طبعا يفضل يكون بروتين حيواني لانه اسهل امتصاص في الجسم، ما بيعمل تلبكات، مثلا لحمه، سماك، الجاج، حصه قليله، حصه الحامل قليله بمعدل 150 جرام في اليوم، يعني بحجم كفه اليد. نعم تمام. بعد ذلك نبلش في الطبق الاساسي. حتى اعداد المائده له دور كبير، يعني خد كل الصحون الاقرب لست الحامل، صحون السلطات، صحون فيها شغلات خفيفه، مش مثلا الرز والنشويات المعقده وهي الشغلات. النقطه مهمه كمان اساسيه الاكثر من السوائل، كمان الخبز الاسمر لانه في الياف، الخضروات الورقيه، كل هاي الشغلات بتقلل من الامساك، بتقلل من حرقه المعده بالابتعاد كمان عن المخللات. نعم، وفي حال زي ما حكينا انه المرأة الحامل كانت صايم، هذا ما بيأثر على الجنين اللي هو كمان جزء منها؟ واذا هي صامت 15 او 16 ساعة فبالتالي الجنين ما بيكون صايم مع باقي الفترة؟ شوفي، هو لم يثبت قطعيا اطلاقا انه الصوم يؤثر على وزن المواليد او زيادة عدد الاجهاضات او الولادات المبكرة او حتى نسبة الذكاء في المواليد اللي أمياتهم كانوا صايمين أو المواليد اللي أمياتهم ما كانوا صايمين قطعياً. بالعكس، الصيام هو الجنين هو طفل، طفل يعني متطفل، بأخذ حاجاته من الأم نفسها، فهو بالتالي عشان بنص على الأم مش على الجنين بداية، في لحد إلى حد معين لنقول لحد معين. ما هي في الحالات اللي بتكون وضع الأم سيء بنوقف عن الصيام. صحيح، بس بالعكس الصوم هو مفيد لست الحامل، بس للطفل ما له علاقة. نقدر نحكي انه للطفل لحد الان ما في شيء اثبت انه بياثر على احنا بحاجه لدراسات الطفل. كثير احنا بحاجه لدراسات كثير في هالمجال، لكن ما تم اثبات اي شيء ضار بالنسبه للصيام على الجنين او حتى على الست الحامل نفسها. او تاثير في معادلات الوزن، الذكاء على الجنين، ان شاء الله تاكلها. تمام، وفي حال نحكي عن انه يعني وين الحامل لازم تلجا للطبيب في، يعني في أي حالات ممكن تكون خطرة عليها لازم تلجأ للطبيب بشكل عاجل، مش إنه بس هي إنه خلاص بس تفك صيامها؟ وإنت لازم تلجأ للطبيب. شوفي، سؤال حلو. بداية الست الحامل قبل رمضان لازم تكون توجهت للطبيب المعالج لحتى يقرر قابليتها أو قدرتها على الصوم ولا. بعد ذلك مراجعات الحامل تكون مراجعات طبيعية، إذا كانت الحامل في الثلث الأول من الحمل من أول يوم لحد 14 أسبوع فهي بتراجع كل شهر، في الثلث الثاني لحد السابع فعليا بنراجع إحنا كل شهر، بعدين من السابع لأول التاسع كل أسبوعين، وفي التاسع كل أسبوع، هذا الوضع طبيعي. ولكن في الحمل بدنا زيادة اهتمام أكثر بالنسبة لشهر رمضان، بالضبط للصيام، بالنسبة لشهر رمضان، بالنسبة للأغذية، بالنسبة لمراقبة ست الحامل لنفسها. مثلا في حال لاحظت أعراض الجفاف، تقلصات البطن، الأوجاع الشديدة، نزول الضغط، ارتفاع الضغط،
اعتلالات السكر، هاي كلها شغلات توجه ست فيها مباشرة للطبيب، ما بتأجل لا يوم آخر أو لتستنى إكمال رمضان كاملا. وفيما يتعلق أكيد في أخطاء شائعة بخصوص موضوع صيام المرأة الحامل في شهر رمضان، شو هي أبرز الأخطاء اللي ممكن الناس بتفكر أنها صحيحة وهي خاطئة؟ بداية أنه الصوم هو شغلة مضرة، الصوم هو شغلة خطيرة، الست الحامل لا تستطيع الصوم. لا، الست الحامل تستطيع الصوم إذا كان الطبيب قرر أنها قادرة على الصوم فهي تستطيع الصوم. النقطة الثانية التمر، في اعتقاد شائع انه التمر بس ناخذه في الثلث الاخير من الصيام، وانه في من الحمل، وانه بالثلث الاول ممكن يعمل اجهاض. لا، التمر هو وجبه غذائيه كامله متكامله تاخذه ست الحامل في كل الاوقات، الثلث الاول، في النص، في الاخير من الحمل. ولكن احنا بنحكي دائما السكريات، يعني السكريات نحاول نبتعد عنها او نقلل منها لست الحامل، لانه بطبيعه الحمل نفسه في هرمون بنفرز من المشيمه بيؤدي ل مضاد او معاكس لعمل الانسولين، فبطبيعه الحال ست الحامل بيكون عندها مستويات مرتفعه من السكر بالجسم، فاحنا ننصح ست الحامل انها تقلل من السكريات نوعا ما، غير ذلك تعيش حياتها طبيعي. جميل، وايش بتحبي تضيفي نصائح اخيره ممكن لكل اللي عم بتابعونا عبر برنامج الله يصبحكم الخير؟ اكيد بنحكي عن المشي ما بعد الافطار. المشي ما بعد الافطار من الشغلات المهمه عشان تقلل من الامساك، عشان نحافظ على صحه الست الحامل. لا تخاف ست الحامل من الصوم، بالعكس الصوم في راحة نفسية من تقلبات المزاج والعصبية اللي بتصير في ست الحامل بسبب الهرمونات. الصوم هو فرصة لتجديد الجسم، لتخليص الجسم من السموم، كمان هو فرصة عظيمة لنخف العبء على الجهاز الهضمي، نخف العبء من إفرازات الحمضية اللي بتصير مع ست الحوامل والتلبكات المعوية. كمان هو فرصة كمان رائعة مش للحامل، للجميع، لاتباع القاعدات الغذائية السليمة، صحيح، وللإقلاع عن تدخين أو أي إدمان عند الجميع. كمان دكتورة، يعني المرأة الحامل في شهر رمضان لما بتصوم، هل يختلف مثلا إذا كانت حامل بالشهر الأول أو بالثاني أو بالأشهر الأخيرة من الحمل، ولا نفس الإشي يتم المعاملة معها من يعني بخصوص موضوع الصيام؟ هو بخصوص موضوع الصيام في كثير عوامل نفكر فيها، مش بس وضع الحامل الصحي، مرحلة الحمل، عدد ساعات الصيام. فعليا الست الحامل هي قادرة على تصوم في أول الحمل، في وسط الحمل، في آخر الحمل. هي كل مرحلة من الحمل لها أعبائها ولها مسؤولياتها ولها مشاكلها. إذا كنا بنعاني في أول الحمل من زوفة، فإحنا بنعاني من ثقل في آخر الحمل، بنعاني من بعض الاضطرابات في الضغط مثلا في نصف الحمل. فكل مرحلة هي عبء، حملت أمه كرهن وضعت كرهن، ولكن هي تقييم الحالة تقييم شمولي بفحص الأم، بفحص ضغطها، سكرها، دمها، نسبة إذا في عندها التهابات أو لا، فحص السائل حوالين الجنين نفسه، وبناء على ذلك بتم تقييم الست إذا كانت تستطيع صوم أو لا تستطيع. ما يعني في قاعدة عامة، يعني كل المراحل نفس الإشي، كل المراحل بالضبط الست قادرة، مدام ست قادرة على أنها تصوم والصوم لا يشكل خطر عليها، فهي في كل المراحل قادرة على الصوم بإذن الله. في ناس بيصير عندهم سكري حمل، بعرفش يعني هو بيكون عرضي او يمكن بفتره الحمل بس، ايش علاقته بالصيام؟ هل ممكن ياثر على الصيام؟ هو موضوع السكر موضوع شائك وموضوع واسع، موضوع يتم التعامل معه بحساسيه شديده. الست اللي معها سكر الحمل، بدايه هو سكر الحمل ممكن يجي عرضي، وممكن ما بعد الحمل يتحول لسكر من نوع ثاني. صحيح، فبدنا نشوف الست بالنسبة للسكر، بالنسبة لانتظام قراءة السكر، بالنسبة لأنواع الأدوية اللي بتاخذها، نوع السكر، مش بس هل هو سكر، هي مريضتي هي سكر من النوع الأول ولا هي سكر من النوع الثاني ولا هو بس سكر الحمل. كيف نظامها الغذائي؟ السكر هو نظام حياة أكثر من أنه مرض. هل هي الست بتعتمد مثلا في حياتها على الخبز الأسمر والمي، بتبتعد عن المشروبات الغازية، مشروبات طاقة، عن شغلات فيها سكر كثير، ولا هي عايشة الحياة الطبيعية للناس الطبيعيين بدون سكر؟ كثير عوامل نفكر فيها. فهي كل حالة حسب وضعها وحسب حالتها، حسب أدويتها، حسب الحالة اللي بتجي فيها والدرجة اللي بتجي فيها من إقراءات السكر. يعني غالبا بنقدر نحكي إنه أغلب النساء الحامل اللي بتعاني من السكري يعني يحبذ إنها ما تصوم؟ ما بنقدر نعطي قاعدة عامة، بقدر الحالات اللي بتجي حسب كل حالة كيف الدكتور بقرر. بالضبط، حسب كل حالة كيف الدكتور بقرر. يعني ممكن مرضى السكر النوع الأول يصل لمرحلة نقول لهم لا ما تصوموا، لكن مرضى آخرين ماشيين على نظام غذائي منيح، ماشيين على أدوية تؤخذ بالحمل مثلا، لا نحكي لها كملي صيام بنظام معين، بكثرة السوائل، بأنها تأكل الأشياء اللي بتطول مدة حركها في الجسم. فهي فيش قاعدة عامة بالحمل، فيش قاعدة عامة بمنع أو جواز الأفطار،
ولكن هي شغلة حسب وضعية ست الحامل وحسب حالتها بتيجي فيها. آخر سؤال حابة أسألك إياه، ممكن يكون هو خطأ شائع حابة إنه يمكن نصححه على الهواء، إنه بحسوا إنه المرأة الحامل لا يعني هي عم تأكل عن اثنين، يعني عم تأكل عنها وعن ابنها، يعني لازم الوجبة تكون دبل. تكون دبل. يعني فهل هذا الشيء صحيح أو لا؟ شوفي هو مش شغل إنه بناكل اثنين، يعني فيها تومة تأكل عن ثلاث. لا هذا حكي مش صحيح. هي فعليا الست الحامل هو الطفل لحد معين هو بياخذ حاجته من امه بياخذها، فزي ما حكينا الاشياء النقص بتصير نقص على جسم الام بدايه لحد ما يصل ما في اصلا في جسم الام من تعطي الجنين بيصير نقص على الجنين، وممكن نصل لمعدلات اوزان قليله او نمو غير طبيعي في الجنين، في الحال احنا بنوقف ست عن الصيام. ولكن في حصص معينه مثلا من البروتين حكينا بتاخذ بحدود 150 جرام، من خضروات الفواكه بتاخذ معدل كوبين من الخضروات الفواكه من الخضروات عفوا المطبوخه او النيه، وبنحكي فيها مثلا عن الكوسه عن الجزر عن السبانخ عن البروكلي، هي شغلات اساسيه للحوامل. صحيح. بالنسبه للفواكه بنحكي عن 2-4 حبات صغيره، ففعليا الست الحامل في حصص معينه بالمعدل تستطيع أنها تأخذها مع المقويات الغذائية اللي بوصفها لها الطبيب، وبمشي صيامها إن شاء الله إنه سليم لها وللجنين إن شاء الله. إحنا طبعاً نتمنى لكل النساء الحوامل أن يمر عليهم رمضان بخير وسلامة إن شاء الله على الجميع. شكراً لك نيفين شلالفة، الله يسعدك وبسطتي فيك. لهون متابعينا بنكون خلصنا أولى فقراتنا لهذا الصباح، ننتقل لفاصل ونعود لاستكمال باقي فقراتنا.